أخبار اليوم. أستاذ عادل مبارز، مصور الصحفي الفنان، بنرحب بك معنا في بوابة أخبار اليوم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. علي أمين، أكيد حضرتك طبعا لو حابب تتكلم عنه وتقول كلام كتير النهاردة، حضرتك تقول إيه بالمناسبة الحلوة دي؟ أقول إن أنا قضيت عمري ده في الصحافة، وكان نفسي أفوز بالجائزة اللي أنا عضو لجنة التحكيم دلوقتي بحكم، وما حصلش، لأنها من أهم الجوائز اللي بتحصل في عالم الصحافة العربية والمصرية طبعا، يعني مش المصرية بس، العربية كلها، يعني حاجة صراحة جائزة أنا بعتبر إنها مهمة جدا. كواليس اختيار الجوائز بقى بتكون إزاي؟ حضرتك تحكي لنا عنها. أنا بقعد أنا والأستاذ حسام دياب والأستاذ أحمد نصر بنتفرج على صور إحنا ما نعرفش مين اللي مصورها، وبنقيمها على حسب أهمية الصورة ودرجة الصعوبة اللي فيها ودرجة الأداء الصحفي اللي في الصورة ودرجة جماليات الصورة لو هي حاجة جمالية وكده، وبنختار الصور اللي بنحددها 1 و2 و3 بناء بقى على كذا كذا، يعني قيمة من القيم اللي احنا بنحددها واحنا قاعدين علشان محدش يتظلم أبدا. يعني مثلا لو في 2 مصورين مصورين صور حلوة قوي، بنشوف مين فيهم مثلا تعرض لمخاطرة أكبر وهو بياخد الصورة، يبقى ده اللي متميز أكتر، حتى لو الصور التانية أحلى، لكن الصور الأحلى بتبقى في هدوء، لكن الصور اللي فيها مغامرة وفيها مخاطرة هي احنا بنميزها أكتر من الصور اللي هي ستيل أو الواحد واخدها في جولة أو في كده. يعني لو هنتكلم عن الصور الحلوة عن اللقطات الجميلة أكيد هنذكر عادل مبارز، حضرتك مين مثلك الأعلى في المصورين؟ لا أنا بصي، أنا مثلي العليا كثيرة جدا، وبالصدفة هم 2 من الأخبار، الأستاذ أحمد يوسف ومحمد يوسف طبعا، يعني دول الأخين العظيمين، والأستاذ فاروق إبراهيم، يعني ده برضو من الناس اللي أنا يعني أقول إن أنا تلميذه، وإن لم يقف ويعلمني أي حاجة لكن أنا من تلامذته من حلاوة صوره اللي كنت بشوفها. يعني أنا لو معرفش أصور وعايزة ألقط صورة لأول مرة، لو حضرتك بقى تنصحني تقول لي أخد كادر الصورة إزاي؟ موهوبة ولا مش موهوبة؟ يعني لو عندك الاستعداد أقول لك سيبي عينك تختار الصور الحلوة ودوسي على الزرار، كوني كادر كده جوه الكاميرا ودوسي على الزرار وبالظبط، لأن دي لو موهوبة. لو مش موهوبة هقول لك ادرسي شوية التكوين وابتدي امسكي الكاميرا وشوفي هتحطي العناصر بتاعتك ترتبيها ازاي جوه الكادر، هتبقي مصورة شاطرة. طب أخبار اليوم بتمثل لحضرتك ايه؟ صحيفة أخبار اليوم يعني حاجة، المكان اللي بجد لو رجع بيه الزمن وتسألت تحب تشتغل فين، أقول أحب أشتغل في أخبار اليوم، لأنها مدرسة صحفية جميلة جدا، والصورة في أخبار اليوم مجالاتها متعددة وحلوة قوي، يعني الفن، الرياضة، الحوادث، السياسة، كل حاجة موجودة في أخبار اليوم، أقدر أنشر بشكل كويس. لو مصور لسه بيبتدي أنصحه أقول له ابتدي في أخبار اليوم. مجالات النشر في قسم في الأخبار هي رقم 1 في مجالات النشر، لكن المصورين لازم يجتهدوا أكتر ويشتغلوا على نفسهم ويتدربوا أكتر، يعني التدريب ده مسألة مهمة جدا ولا تقلل من المصور أبدا، يعني المفروض المصور يتعلم وياخد دورات ويتعلم وياخد دورات ويعرف كل ما هو جديد وحديث في التصوير عشان يظل مصور متميز. اي مصور بيبقى فيه لقطه معينه او صوره بيبقى اخدها عمره ما ينساها، ايه اكتر صوره حضرتك اخدتها ومش تقدر تنساها بقى؟ سياسه ولا رياضه ولا حرب ولا ايه؟ يعني عندي كذا صوره ما اقدرش انساهم ابدا، صوره لشهيران والشابان وبعد ما خرجوا من ايران، وصوره لمحمود الخطيب كانت صوره متميزه قوي، صوره حياته، يعني صورتين يعني في حياتي بحبهم قوي يعني.